يا أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من خمس أشياء. اليوم راح نتكلم عن رسائل سرية وضعها فريق التطوير أو مطور واحد دون ما يعلم باقي الفريق أو ناشر اللعبة. بعضها بيكون تشويق العمل جديد أو شتيمة في زملاء العمل، وممكن رسالة موجهة لشخص معين أو للاعبين اللي يلعبون اللعبة. هذه هي الخمس ألعاب. لعبة تترس تستعرض عوالم واقعية ثلاثية الأبعاد مثل الأهرامات ومناطق ثانية، وكان فيها جزئية تترس اللي تحط فيها البلوكات حق التترس. هذه كانت اللعبة الثانية من سلسلة تترس اللي تنزل على النينتندو 64. الأولى كانت غريبة واسمها تترس فيرس. كنت تلعب في ذي اللعبة بمجسم كروي تحاول تدخل فيه قطع تترس على بعض. الرسالة السرية اللي كانت موجودة في السورس كود للعبة The New Tetris كتبها أحد المطورين، واللي كانت هي التهزيء لمنتج اللعبة، والكلام اللي قاله هو: تصرح العمل والانتقال إلى مدينة سان فرانسيسكو على The New Tetris كان ممتع، لكن في كم مشكلة. وأولا منتجنا، يا إلهي هذا الشخص ما له فايدة. أنا ما أكرهك يا المنتج، لكنك فاشل كمنتج ألعاب. لازم ترجع لمنصبك كتستر. اللي ما يعرف التسترز هم أشخاص توظفهم شركات الألعاب حتى يجربون الألعاب ويطلعون كل الأخطاء الموجودة في اللعبة، وهذه وظيفتهم. فخلينا نرجع الآن للهوشة حقت المطور على المنتج. كمل وقال: حتى ما أتوقع أنك تقدر تشتغل صح كتستر. أنا أشعر بشفقة عليك، طول وقتك كنت تلعب ستار كرافت وإيفر كويست في المكتب، ولا تنكر هذا الشيء. وكل شغلك اللي كنت تسويه هو أنك تسوي لي أكسل شيت توضح لي الأغلاط اللعبة اللي لازم أشتغل عليها، وهذا هو الغباء. قائمة الأغلاط عندي على جهازي من قبل لا تعطيني إياها. راح أقول لك كلمة يا المنتج: تمسك في وظيفتك وسوي نفسك تشتغل، لأن لما الشركة تعرف بأن مالك قيمة راح يطردونك. فعليا ما أقدر أفكر في أي مهارة عملية عندك تقدر تساعدك في هذه الصناعة. يا ساتر، والله يا هذا المطور حاقد على منتجه بشكل ما ينلام صراحة. إذا كان هالمنتج صدق ما يشتغل. هيلو 3 ODST كانت أول لعبة طورها استوديو بنجي بعد انفصالها من مايكروسوفت، وصدرت في 2009. كان برضو باقي لهم لعبة واحدة وهي هيلو ريتش، وبعدها خلاص ما يشتغلون مايكروسوفت بشكل حصري. بعد الانفصال بدأوا يعملون على المشروع سري بنفس الوقت اللي كانوا يطورون فيه هيلو 3 ODST. ولما صدرت اللعبة وتوصل المرحلة الثانية في هيلو 3 ODST راح تحصل لوحات موجودة بكثرة في عالم اللعبة، عليها رسمة الأرض ومعاه القمر بشكل بعيد، ومكتوب عليها Destiny Awaits. بعد مرور 5 سنوات صدرت لنا Destiny على جهاز الاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4. انشارتد الجزء الاول لواحد من اشهر حصريات البلاي ستيشن من فريق نوتي دوغ، ولما صدرت على البلاي ستيشن 3 كان لها طابع مميز وكوميدي، لكنها تحمل رساله مخفيه غريبه في احد القبور اللي تحصلها في اللعبه. وهذا الكلام كان مكتوب باللغه الاسبانيه. النص المكتوب لما تترجمه يطلع لك: اذا انت جالس تقرا هذه الرساله فانت نيرد وما عندك حياه، روح سوي لك شيء مفيد في حياتك ودور لك عن حبيبه. Metal Gear Survive. Metal Gear Survive هذه مبهي أول لعبة لسلسلة Metal Gear ما يشتغل عليها كوجيما، ولا الثانية. فمن منكم يعرف كم لعبة Metal Gear انزلت ما أشتغل عليها كوجيما؟ اكتبوا الرقم في التعليقات. هي Metal Gear Survive لاحظوا الناس من لما تجمع أول حرف من كل اسم من عائلة الجنود اللي عندك يطلع لك KGB Forever. KGB هي كوجيما Production، هو Forever وهي للأبد. فالواضح انه في مناصرين لكوجيما داخل كونامي حتى الان، لكن الكلام هو ليه سحب عليهم كوجيما وما وظف هالضعوف معه لفدية ستراندينج. انشارتد 3 دريكس ديسبشن. بعد صدور الجزء الثالث الكل كان مترقب لاي شيء جديد من اعمال نوتي دوغ القادم، وجلسنا فتره طويله ما ندري عن عملهم القادم. بعد فتره البعض اكتشف جريده في مكان معين في انشارتد 3، هذا الجريده مكتوب عليها: العلماء لا يزال يعانون حتى يفهمون أكثر عن الفطريات القاتلة. وهذا كان تشويق العمل الفريق القادم The Last of Us اللي اكتشفوه الناس بعد الإعلان عن The Last of Us رسميا. هذه كانت 5 رسائل سرية في الألعاب. شاركونا بالتعليقات إذا عندكم أي أفكار لحلقة 5 أشياء جديدة. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.